انظر مثلا في قصة موسى بن عمير كيف تأثر بهذه البيئة، هو غير مسلم، غير مسلم في البداية، بس كان يحضر، ثقوا فيه أدخلوا، وإن كان مكان سري في البداية، أدخل داخل دار الرعاية والتربية وتأثر بهم. حتى هو بعد ذلك عندما أسلم تربى في هذه الدار، حتى أصبح من كان هو رضي الله عنه. جميل. فأقرأ لمحمد النقاط هذه. رعاية وتنمية المسلم الجديد. نشاط الدعوة منتشر كثيرا محليا ودوليا، آلاف الناس يدخلون في الإسلام سنويا، ولكن لا يوجد أنظمة فعالة وخطط للمسلمين الجدد. عندما يدخل الشخص الإسلام يكون أكثر التركيز عليه اتصاله بالله وبالقرآن والبيئة الصالحة والرعاية الإجتماعية. هذا الشيء ركز عليه الجملة الأخيرة، هذا أكثر ما يحتاج هذه الفترة. أول شيء اتصاله بالله، كيف يتصل؟ نحن علمناه كيف يتصل بنا، كيف سيتصل بالله؟ في الصلاة. أقرب ما يكون عبد لربه هو الساجد، والصلاة هو صلة بين العبد وربه، فهذا هو جدا محتاج إليها، والقرآن والبيئة الصالحة. وعندما كنت مسلم جديد، لو سمعتم قصتي عندما أسلمت، أكثر ما شيء تأثر به هو القرآن والبيئة الصالحة، جدا أثر فيه سبحان الله. أنا كنت في بيئة صالحة بفضل الله عز وجل، أني إخوة ما شاء الله أني حريصين على خير وأهل الخير حولي، وتعلقي بالقرآن وقراءة القرآن يوميا، أي مشكلة كنت أواجه كنت أجد الجواب في القرآن. والرعاية الاجتماعية ما ذكر العم بأنه شو اسمه، هذا من المؤلفة قلوبهم، فهنا يعني يكون الاهتمام والعناية به أي شيء يحتاج. ربما ما يحتاج منا مادة، ممكن يحتاج هذا، ما هذا يا عبد الله أمريكا أنا خاص قال لي، ربما هذا ما يحتاج، بس هذا يعني تجي هذا ما عندهم هذا الشيء في ثقافتهم، فتجي مثلا يخرج ماكل عشاء ومن سيدفع 50-50؟ لا لا هذا عيب عندنا، هذا مسلم جديد ندفع، حتى مع أخواننا سيكون سي معركة. أنا ما زلت أنا كم سنة في 26 سنة وأكثر ما حسبت يعني، أو 30 سنة تقريبا بسم الله، أنا وقت يجري في الإسلام 29 أظن أنا، ف يعني هذا كله ما زلت اعارك معكم في من يدفع في في العشاء ما شاء الله، انت كيف؟ فاذا كان الامر كذلك يعني هو سيجد هذا ما شاء الله اخواني وكذا يعني نخرج للعشاء يجلسوا معي، هذا ما يحتاج يعني في اليوم، مو شرط بسم الله ما ياتي اليوم الثاني غير اسمك ثم الختان. هذا ما قالوا في البدايه، أنا كان الإمام كان يمشي معي، قال عندي سؤال مهم جدا لا قال لي، لكن صعب أنا كنت بسم الله يسألني أنا إيش يهمني إيش يسألني، وكان عنده هم كذا ترافع تعبير في وجهه، ماذا سيسأل هذا الرجل بسم الله، والآن الانتظار يقتلني أنا، ماذا سيقول لي المسكين؟ يأخذ السيارة، أنا كنت سأخرج لطلب العلم، خرج أوقف السيارة في الجنب، أوقف السيارة قلت بسم الله ماذا السؤال هذا، فينظر إلي هل أنت مختون؟ أنت كيف؟ فبسم الله أنا قلت فيه، فقلت يا الحمد لله أنا مختون الحمد لله. عندنا في عاداتنا في أمريكا يعني هو الآن تغير شوي بسبب بعض قرارات التأمين الطبي، لكن عندنا يعني خاصة في فئة البيض يعني، وحتى بعض السود كذلك يعني، لكن تقريبا كلهم يعني مختلفين مو زي اوروبا يعني، يعني ما اعرف السبب يعني، هل هو لو ثبت طبيا هو مذهبي ما اعرف يعني لماذا يعني نحن من دون الاوروبيين، لكن عند الحمد لله فضله كنا نرى الاخوه ياتوا من المسلمين الجدد في مدينه وهم كبار مساكين يعني 30 سنه ولازم يمشي الى مستشفى الملك فهد في المدينه ويختتنون يعني في هذا العمر، كان يعني بس مش هذا كان قوه الايمان يعني، قلت انا بس يعني هذا من الاشياء، لكن تخيل اول يوم ما قلنا هذا لا ما وقته يا اخي، خليه بعدين هو يكتشف بنفسه، مو شرط يا خيار في الاسئله.